بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة تانية كل متابعين شرح رياضيات الصف الأول إعدادي المنهج الجديد مع أساسيات المنهج الجديد ومتطلبات قبلية سبق دراستها في الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد العمليات على الكسور، إزاي نجمع كسرين، إزاي نطرح كسرين، وإزاي نضرب، وإزاي نقسم كسرين. أول حاجة الجمع والطرح. عندنا قاعدة الجمع وقاعدة الطرح هي نفس القاعدة. لما نجمع عددين أو كسرين لهما نفس المقام نحتفظ بالمقام زي ما هو، ونجمع البسطين A على B زائد C على B بتساوي، نحتفظ ب B زي ما هي ونجمع البسطين A زائد C. لو هنطرح نفس الحكاية، نحتفظ بال B ونطرح A ناقص C. مثال على ذلك 3 على 7 زائد 1 على 7، بنحتفظ بالمقام اللي هو 7، وتلاتة زائد واحد أربعة، يبقى بتساوي أربعة على سبعة، ممكن نكتبها مباشرة. 5 على 9 ناقص 2 على 9، 5 ناقص 2 3، على نفس المقام اللي هو 9، تديني 3 على 9. يراعى التبسيط بعد إيجاد الناتج، 3 على 9 في أبسط صورة بتساوي تلت. طبعا بتقسم فوق وتحت على 3. لما نيجي نجمع عددين كسريين والكسور لهما نفس المقامات، يعني هنا 5 وهنا 5، كل اللي علينا ان احنا بنجمع الجزء الصحيح. يعني هنا عندي 7 و5 بتساوي كام؟ بتساوي 12. خمس زائد 3 اخماس طبعا هيديني 4 اخماس، يبقى اكتبها 4 على 5، اصبح الناتج عندي 12 و4 على 5. نمرة 4 مختلفة شوية، 9 وتلت ناقص 5 وتلتين. هتلاحظ ان الكسر تلت اقل من الكسر تلتين، فبالتالي لازم نعمل إعادة تسمية للكسر الأول، عشان الكسر الأول يبقى أكبر من الكسر التاني فنعرف نطرح بسهولة. بناخد 1 من 9 هتبقى 8، والواحد ده نتخيله 3 على 3، ومعي 1 على 3 يبقى 4 على 3. ممكن بنجمع البسط مع المقام على نفس المقام، يعني 1 و3 4 مقسومة على 3، ده اسمه إعادة تسمية. ناقص 5 وتلتين، ونبتدي نطرح عادي جدا، 8 ناقص 5 3، و4 3 ناقص 2 على 3 يديني 2 على 3 اللي هي تلتين. الواحد هنكتبه 6 على 6 ناقص 5 على 6 يبقى يديني 1 على 6. 2 ناقص تلت ناقص تلت، ممكن نعملها الاتنين برضو نفس الوضع، المقام بيديني 1، فبنضرب هنا في 3 وبنضرب هنا في 3، فأصبحت عندي 6 على 3 ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3. التلاتة بتستنى زي ما هي مفيهاش مشكلة، 6 ناقص 1 ناقص 1 كأن بقول 6 ناقص 2 يبقى يديني 4 على 3. أي كسر بسطه أكبر من مقامه يمكن كتابته في صورة عدد صحيح وكسر. الأربعة فيها كام؟ 3 فيها 3 واحدة بس، يبقى يساوي 1، ويبقى عندي 1 على 3، يعني الناتج النهائي هيديني 1 وتلت. إزاي نجمع كسرين وإزاي نطرح كسرين مختلف المقامات أو غير متحدة في المقام زي ربع وخمسة على ستة؟ طبعا هنا المفترض ان احنا لازم خطوة توحيد المقامات على المضاعف المشترك الأدنى للعددين 6 و4، فهو هنا مجزأها على 3 خطوات. طبعا احنا ممكن نختصر خطوات الحل عن كده، فأنا هنحدد الأول المضاعف المشترك الأدنى للـ4 والـ6. طبعا المضاعف المشترك الأدنى هو 12، كنا بنحدده ازاي؟ عن طريق التحليل للعوامل الأولية. فبناخد الـ4 بنكتبها 2 في 2، والستة عبارة عن 2 في 3، بكتب الاتنين تحت الاتنين والتلاتة بعيد شوية كده، وبنشد خط وبنكتب المضاعف المشترك الأصغر أو الأدنى. طبعا هو كاتبها ميم ميم ألف الأصغر، ممكن تستخدم كلمة الأدنى. بيبقى عندك 3 أعمدة، أدي عمود أول وأدي عمود تاني وأدي عمود تالت. من كل عمود بننزل عامل واحد بس، يعني 2 متكررة مرتين بنزل منها 2 واحدة بس، في 2 في 3. حاصل ضرب العوامل دي يبقى عبارة عن 4 و3 بتساوي 12، ويديني هنا المضاعف المشترك
الأدنى أو الأصغر. طبعا كاتب لي في الخطوة التانية نحدد كسر مكافئة مقام 12، نكتب الكسور المتكافئة للكسرين 5 على 6 وربع. فنحن هناخد 5 على 6، هنحاول نخلي المقام عندي 12، يبقى أنا هنا أنا بضربها في 2 بستر مقاما، الصورة بتاعتها هتكون 10 على 12. الكسر التاني ربع بتساوي كام على 12؟ الأربعة عشان تبقى 12 بضربها في 3 بسطا ومقاما، فبتديني 3 على 12. خلاص نستخدم القاعدة السابقة، أقول له كده 5 أسداس زائد ربع أصبحت 10 على 12 زائد 3 على 12 يبقى بتساوي 13 على 12، اللي أنا بقدر أكتبها 1 1 على 12 صورة عدد صحيح وكسر. إزاي نطرح كسرين مختلف المقام؟ نتبع نفس الخطوات السابقة، 4 على 5 ناقص 3 على 8. هنحدد المضاعف المشترك الأصغر للمددين أو للمقامين، هنا عندي 5 وهنا عندي 8. في قاعدة بسيطة صغيرة خالص، لو أنت عندك أحد المقامين عدد أولي والتاني غير أولي، كل اللي عليك إنك تضربهم في بعض للحصول على المضاعف المشترك الأصغر. يعني المضاعف المشترك الأصغر هنا عبارة عن 5 في 8 ب40. بس لو هنتبع نفس الطريقة بتاعة التحليل، فبقول 5 عدد أولي، 5 بتساوي 5، والتمانية عبارة عن حاصل ضرب 2 في 2 في 2، فأنا بقول 2 في 2 في 2. بنشد خط وبنكتب المضاعف المشترك الأصغر، عبارة عن بنعمل أعمدة، خد بالك إن عندك 4 أعمدة، كل عمود بينزل منه عامل واحد بس، يعني كأنك هتنزل 5 في 8 برضه، يبقى أصبحت 5 في 2 في 2 في 2، يعني 5 في 8 بتساوي 40. نكتب الصور المتكافئة للكسرين 4 أخماس، نخلي المقام بيساوي 40، فهنضطر نضرب البسط والمقام في 8، بسط المقام هيبقى 32 على 40. الكسر التاني 3 على 8 بتساوي كام على 40؟ هنضرب الكسر بسط المقام في 5، أصبحت عندي 15 على 40. نبتدي نطرح 32 على 40 اللي هي الصورة المكافئة لأربعة أخماس، ناقص 15 على 40، الأربعين هتستنى زي ما هي، وبقول 30 ناقص 15 تديني 15 و2 يبقى 17، يبقى 17 على 40 في أبسط صورة. في طريقة تانية لطرح كسرين أو جمع كسرين اسمها طريقة المقص أو جمع عددين نسبيين أو طرح عددين نسبيين. بقول 4 على 5 ناقص 3 على 8، كل اللي عليك بتضرب المقامين في بعض 5 في 8 ب40، وبعدين بنعمل مقص، بقول حاصل ضرب الطرفين 4 في 8 ب32 ناقص أو زائد، لو كان زائد بتكتب زائد، لو كان ناقص بتكتب ناقص، و5 في 3 ب15 يبقى 32 ناقص 15 هيديك 17 على 40. من عيوب الطريقة المستخدمة دي إنها ممكن ما تدينيش الناتج في أبسط صورة، وبالتالي لازم نبسط الناتج اللي أنا سواء كان ناتج عندي ناتج جمع أو ناتج طرح. جمع وطرح الأعداد الكسرية غير متحدة المقامات، يعني لو أنا عندي عدد كسري 4 وثلث زائد عدد كسري تاني 52، ازاي نجمعها؟ نفس الخطوات السابقة، هنوحد المقامات، يبقى انا هنا عندي 3 و5، يبقى المضاعف المشترك الأصغر هو 15. طيب انا هنا بنلعب لعبة ظريفة، أول حاجة بنحل الأعداد الكسرية. يعني ايه نحل الأعداد الكسرية؟ بدال ما هي 4 وثلث ممكن نكتبها 4 زائد 3، 52، 2 زائد 50، يعني هو بيسهل عليك بيقولك يعني ايه نجمع الاتنين مع الاربعة بعد كده. وبعدين بنجمع الكسرين، المقام المشترك هنا ممكن يجي بمجرد نظر هو 15،
يعني المكون المشترك هنا عبارة عن 3 في 5. طب ليه؟ لأنهم عدد أولي بيساوي 15. يبقى المضاعف المشترك الأصغر مش مستاهل تحليل يساوي 15. هنبتدي نجمع الأعداد الصحيحة مع بعض، يعني بكتب كده 4 زائد 2، وبعدين نجمع الكسرين مع بعض. طيب الكسرين هما تلت و50، هناخد التلت ونجيب الكسر من فين فوق ليه؟ المقام 15، يبقى هضطر أضرب في 5 بستر من كومن، فبكتب 5 × 15 ده الكسر الأول، يبقى زائد بكتب 5 على 15. طب الكسر التاني، الكسر التاني هو 50، 2 على 5، هتضرب المقام في 3 والبسط في 3، يبقى عندك 6 على 15، يبقى زائد 6 على 15. هتجمع الأعداد الصحيحة مع بعض، 4 و2 هيديك 6، زائد 5 زائد 6 11 على 15، يبقى تقدر تكتبها 6 و11 على 15، يبقى كده في أبسط صورة. بناخد مثال على الطرد، نفس الأسلوب، 3 و5 أسداس ناقص 1 وربع. حل الأعداد الكسرية، 3 و5 أسداس بنكتبها 3 زائد 5 أسداس، 1 وربع بنكتبها 1 زائد ربع. المضاعف المشترك الأدنى للستة والأربعة هو 12. لو محتاجين نجيبها خطوات، الستة تساوي 2 في 3، والأربعة بتساوي 2 في 2. شد خط وبضطر أعمل أعمدة بعيني، يبقى أقول له 2 في 3 وبعدين في 2، الناتج بيساوي 12. هنكتب الكسور المتكافئة للكسرين، 5 على 6 وربع. الـ5 على 6 نحاول نخلي المقام 12، فنضرب وسط المقامين في 2 هيديني 10 على 12. الكسر التاني ربع برضو بتساوي عدد على 12، بنضرب في 3 يبقى بيساوي 3 على 12. هنستخدم الصور المتكافئة اللي هي 10 على 12 و3 على 12، يبقى أنا بكتبه كده 3 و10 على 12 ناقص 1 و3 على 12. نبتدي نطرح الأعداد الصحيحة، 3 ناقص 1 بيساوي 2، ومعايا على 12، ممكن نكتبها زائد الكسر مفيش مشكلة، 10 ناقص 3 تديك 7 على 12، يبقى 2 و7 على 12، وهتلاقيها في أبسط صورة. المثال التاني، أوجد ناتج، مديني هنا عدد كسري ناقص عدد كسري، عدد كسري زائد عدد كسري، كسر ناقص كسر، كسر زائد كسر. هنبتدي نوحد المقامات بطريقة سريعة شوية، طبعا مش بنكتب كل الخطوات اللي فاتت كلها. الأربعة نقدر نغيرها كلها 8، فبنستخدم الضرب المباشر، فهضرب هنا في 2 بسطر ومقام، ونكتب الكسرين تاني، يبقى 7 على 8 زائد 2 على 8، طبعا بيديني 9 على 8. الكسر 9 على 8 نقدر نكتبه في صورة 1 و8. طب ليه؟ لأن بسطه أكبر من مقام. 5 على 6 ناقص 2 على 9، الستة والتسعة المضاعف المشترك الأصغر ليهم هو 18. الكسر الأولاني بنضربه في 3، والكسر التاني بنضربه في 2، ونعيد كتابة الكسرين تاني، يبقى 15 على 18 ناقص 4 على 18. فبقول لنفسي 18 ثابتة معايا، وبقول 15 ناقص 4 بتديني 11، يبقى 11 على 18 في أبسط صورة. لو الكسر مش في أبسط صورة بيراعى التبسيط. أعداد كسرية، هنوحد المقامات، هنا 3 وهنا 8. الـ3 والـ8 نسأل نفسي مين أصغر عدد يقبل اسم على 3 و8 في نفس الوقت، ده أولي وده غير أولي، فنضربهم في بعض، 3 × 8 = 24. الكسر الأول نضربه في 8 بستر المقام عشان تبقى 24، والـ8 تتضرب في 3، فتلاحظ إن أنت ضربت الكسر الأول في مقام التاني، والكسر التاني في مقام الأول. هنعيد كتابة الأعداد الكسرية تاني، يبقى الكسر الأول هيبقى 1 على 16 على 24، زائد 2 و9 على 24.
هنبدأ نجمع الأعداد الصحيحة مع بعض. 1 و2 هيديني 3، وال24 ثابتة معاك. 16 زائد 9 تديك 25. من الملاحظ إن هذا الكسر اللي هو 25 على 24 ده بسطه أكبر من المقام، يمكن كتابته في صورة عدد كسر، فدي أنا بفصلها بكتبها 3 زائد 25 على 24 معناها 1 و1 على 24. هتبتدي تجمع تاني، 3 مع 1 هيديك 4، والكسر اللي عندي 1 على 24، يبقى كده في أبسط صورة. 9 و6 ناقص 3 و3، هنوحد المقامات الأول. 3 أقدر أخليها 6، أضربها في 2، فأنا بتعامل من كسر واحد بس. ونبدأ نعيد كتابة الكسرين تاني، يعني 9 و1 على 6 ناقص 3 و2 على 6. هتلاحظ حاجة ظريفة، إن 1 على 6 أقل من 2 على 6. هنعيد التسمية للعدد الكسر الأولاني، كتبتها في المسألة اللي فاتت قبل كده. بناخد من 9 1 تبقى 8، وكام على 6 تجمع 1 و6 7، 7 أسداس ناقص 3 و2 على 6. 8 ناقص 3 هتديك 5، وتحط 6 زي ما هي وتقول 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 تديك 5، يبقى 5 و5 أسداس، وبكده أنت كتبتها في أبسط صورة. الضرب والقسمة، دايما بننظر للضرب والقسمة على أنه أسهل من الجمع والطرح. بكل بساطة لما يديك كسرين 2 على 5 في 5 على 6، بكل بساطة بتضرب البسطين في بعض على المقامين في بعض، وتحط الناتج في أبسط صورة بعد كده، ويمكن التبسيط قبل إجراء عملية الضرب. طب إزاي؟ أنا هاخد 2 على 5 في 5 على 6، هنتبع نفس الأسلوب، هضرب المقامين في بعض، 5 في 6 ب30، والبسطين في بعض 2 في 5 ب10، 10 على 30 في أبسط صورة بتساوي 1 على 3، بالقسمة على 10 بسطان المقام. كان ممكن قلت إن أنا عندي 2 على 5 في 5 على 6، هدور وأشوف هل في عوامل مشتركة بين البسط والمقام. خد بالك إن أنا بختصر حاجة من البسط مع حاجة من المقام، أيا كانت بقى، الكسر مع نفسه أو بسط الأول ومقام التاني، أو بسط التاني ومقام الأول. عندي 5 فوق و5 تحت، الاتنين يبقى الاسم على 5، فبشطب على 5 في 1 على 5 في 1، والستة بتبقى الاسم على 2 فيها 3، بقول الـ2 في الـ1 على الـ2 فيها 3، وبعدين بنضرب العوامل المتبقية، يعني أصبحت 1 في 1 على 1 في 3، يبقى في أبسط صورة بتساوي 3. يبقى ما ننساش ازاي نضرب البسطين في بعض، بنضرب البسطين في بعض على المقامين في بعض، وبعدين نضع الناتج في ابسط صورة، او يمكن اخراج العوامل المشتركة ما بين البسط والمقام قبل اجراء عملية الضرب. ازاي نضرب اعداد كسرية في بعض؟ عشان نضرب اعداد كسرية في بعض بنحول هذه الاعداد الكسرية الى كسور اعتيادية، وبعدين بنضرب كما سبق، يعني 1.5 لو حولتها لعدد كسري بتديك 3 على 2، كلنا عارفين الطريقة، 1 في 2، وبعدين بنجمع عليه البسط اللي هو 1، يبقى بتساوي 3 على 2. في 4 ثابتة معاك، خد بالك، 2 في 4 ب8 و1 9، يبقى أصبحت 3 على 2 في 9 على 4، بنضرب البسطين في بعض، يعني بقول 3 في 9 على 2 في 4، يبقى 3 في 9 ب27، و2 في 4 ب8، 27 على 8 فيها 3، 3 في 8 ب24، يبقى 3 على 8. دي الطريقة المتبعة في ضرب الأعداد الكسرية. قسمة الكسور بتلاقيها زي ضرب الكسور، ليه؟ لأن أنا بنحول عملية القسم إلى عملية ضرب. طيب ما هي القاعدة؟ القاعدة إنك بتضرب الكسر الأول أو العدد الأول في مقلوب التاني، يعني التلت ده هينزل زي ما هو، في مقلوب الاتنين 1 على 2 نص، بقت تلت في نص يبقى تساوي 1 على 6 اللي هو سدس. الأولاني زي ما هو، يبقى 2 على 5 في مقلوب التاني، يبقى 4 على 3. مفيش اختصارات، بنضرب 2 في 4 ب8 و5 في 3 ب15، تديني 8 على 15. الأولاني زي ما هو عدد صحيح، في مقلوب التاني يبقى 2 على 1 اللي هو 2، يبقى 5 في 2 بتساوي 10.
يبقى ما هي قاعدة ضرب كسرين أو قاعدة ضرب عدد صحيح في كسر؟ أو ما هي قاعدة قسمة كسرين أو قسمة عدد صحيح على كسر أو كسر على عدد صحيح؟ خد بالك إنك عندك 3 حالات: كسر على كسر، كسر على عدد صحيح، عدد صحيح على كسر. كلهم بنعاملهم معاملة واحدة، إن إحنا بنضرب العدد الأول أو الكسر الأول في مقلوب العدد الثاني أو الكسر الثاني. الجزء الثاني من الأسئلة: اختر الإجابة الصحيحة. 4 على 9 زائد 5 على 9، طبعا المقام ثابت زي ما هو 9، يبقى 4 و5 9، يبقى 9 على 9. أبسط صورة بتساوي 1 صحيح، يبقى الإجابة عندك دال. 1 ناقص 5 على 7، هشطب على الواحد واكتبه 7 على 7 ناقص 5 على 7، يبقى هيديني 2 على 7، الإجابة عندي هتكون ج. 3 ناقص 1 و3 أخماس، ممكن أقول 3 ناقص 1 بيساوي 2، يبقى 2 ناقص 3 على 5. 2 ممكن أشطب عليها وأكتبها 10 على 5، يبقى 10 على 5 ناقص 3 على 5 بيساوي 7 على 5. 7 على 5 لما نيجي نكتبها في صورة عدد صحيح وكسر تبقى 1 و2 على 5، يبقى الإجابة عندي هتلاقيها دال. 4 زائد نص زائد 3 زائد نص، 4 زائد 3 هيديني 7، ونص ونص 1 صحيح، يبقى 7 زائد 1 يساوي 8، يبقى الإجابة عندي هتكون ألف. نمرة 5، القسمة. زي ما قلنا ناخد الكسر الأول مضروب في مقلوب التاني، يعني أصبحت عبارة عن نص في 1 على 8 بتساوي 1 على 16، فالإجابة عندي هتكون د. الكسر الأول في مقلوب التاني، يعني 4 على 5 مضروبة في 2 على 1، مفيش اختصارات. 4 في 2 ب8، 5 بقدر أكتبها 1 3 على 5، يبقى الإجابة عندي هتكون د. الكسر الأول في مقلوب التاني، يعني 3 على 8 مضروبة في 4 على 3، لو في اختصارات نطلعها قبل عملية الضرب. 8 و4 على 2 يبقى القسم على 4، على 4 فيها الـ1، على 4 فيها الـ2، على 3 فيها الـ1، على 3 فيها الـ1، يبقى أصبحت 1 في 1 على 2 في 1، يعني الإجابة بتطلع نص، يعني الإجابة عندي هتكون ألف. هنا هنقارن بين طرفين، ممكن نجيب القيمة هنا الأول والقيمة هنا الأول وبعدين نقارن. 3 على 7 ناقص 1 على 7 يبقى هيديني 2 على 7، ده الطرف الأيسر أو الليفت هاند سايد. هنا 1 على 3 في 6 على 7، متصل الـ6 والـ3، الاتنين يبقى له اسم على 3، يبقى هنا يديني 2، يبقى أصبح هنا عندي 2 على 7، يبقى على طول الطرفين زي بعض، يبقى نختار يساوي، فالإجابة عندي هتكون دي. 3 على 4 على 5 من 10، دي صورة عشرية خدناها قبل كده، معناها نص، يبقى معناها 3 على 4 على نص، يعني في 2 على 1، نختصر على 2 في 1 والاتنين في الاتنين، يبقى بتساوي 3 على 2. 3 على 2 2، معناها 1.5 في صورة عدد صحيح وكسر، الإجابة عندي هتكون د. السؤال التاني: أوجد ناتج مئوي في أبسط صورة. دي مسألة جمع جمع جمع. 7 على 11 زائد 2 من 11 يبقى بتساوي 9 على 11، المقامات متفقين. 3 على 7 زائد 2 و5 على 7، الاتنين ثابتة معانا لأن ده عندي عدد كسري. 3 على 7 و5 على 7 هتديني 8 على 7، 8 على 7 كسر بسطه أكبر من مقامه، يبقى هنعمل له إعادة تسمية، يبقى أنا هكتبها 2 زائد 1 1 على 7، نجمع الاتنين من الواحد يبقى يديني 3 1 على 7، 4 زائد 3 هيديني 7، و2 على 5 زائد 1 على 5 بتساوي 3 على 5، 1 ناقص 2 على 7، هشطب على الواحد واكتب 7 على 7، 7 على 7 ناقص 2 على 7 يديني 5 على 7، 7 و5 ناقص 3 4 أخماس، هتلاحظ إن الخمس هنا أقل من 4 أخماس، فبالتالي لازم نعمل إعادة تسمية للعدد الكسري الأول،
هشطب على السبعة واكتبها ستة، وهشطب على الخمس واكتبه ستة على خمسة، لأن أنا خدت واحد كتبته خمسة على خمسة ومعايا واحد على خمسة، يبقى أنا معايا ستة على خمسة. وهبتدي أطرح عادي جدا، ستة ناقص تلاتة هيديني تلاتة، ستة على خمسة ناقص أربعة على خمسة هيديني اتنين على خمسة. اتنين ناقص واحد وربع، ممكن أعملها اتنين ناقص واحد الأول، وبعدين اللي هيطلع لي واحد، وبعدين أقول له واحد ناقص ربع، يبقى بتساوي تلات أرباع. اتنين على خمسة زائد تلاتة على عشرة، المقامات مختلفة، هنوحد المقامات، هضرب في اتنين وسطا مقاما، فأصبح المقام عندي عشرة، هيصبح عندي هنا أربعة زائد تلاتة هيساوي سبعة، يبقى سبعة على عشرة. اتنين وربع زائد تلاتة واتنين على تسعة، الأربعة والتسعة، الاتنين هنوحد المقامات. طب هنوحد المقامات على كام؟ على 36، فده هينضرب في 9 بسطة مقاما، وده هينضرب في 4 بسطة مقاما. ما ننساش إن الكسر الأول بنضربه في مقام الكسر الثاني، والكسر الثاني بنضربه في مقام الكسر الأول لتوحيد المقامات. هنبتدي نجمع، 2 زائد 3 هتديني 5، المقام عندي 36 مفيش مشكلة. هنا هيبقى عندي 1 في 9، وهنا 2 في 4، يبقى 9 زائد 8 هتديني 17، يبقى 5 و17 على 36. اللي بعدها 7 وربع ناقص 3 ونص، هوحد المقامات، هضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2، هيصبح عندي هنا 3 وربعين وهنا 7 وربع. لازم الأول نعمل إعادة تسمية، هناخد واحد من السبعة هتديني 6، والواحد ده 4 على 4، واحد على 4 يبقى 5 على 4 ناقص، هكتب ده تاني 3 و2 على 4 وابتدي أطرح، 6 ناقص 3 هيديني 3، 5 على 4 ناقص 2 على 4 هتديني 3 على 4 يعني 3 أرباع، يبقى الإجابة عندي 3 و3 أرباع. 6 و3 على 12 ناقص 4 وربع، المقامات مختلفة، هنوحد المقامات، هضرب هنا في 3 بسطا ومقام، هيصبح عندي 6 و3 على 12 ناقص 4 و3 على 12، 6 ناقص 4 طبعا هتديني 2، و3 على 12 ناقص 3 على 12 هتلاقيه اختفى، يعني الإجابة هنا بصفر بالنسبة للجزء الكسري. 4 و5 على 8 ناقص 3 و1 على 6، هنا 8 وهنا 6، هنوحد المقامات للتمانية والستة، طبعا هلاقي العدد 24، هضرب هنا في 3 قسطا ومقاما، هضرب هنا في 4 قسطا ومقام، المقام عندي أصبح على 24، وهبتدي أطرح عادي جدا، 4 ناقص 3 هتديني 1، المقام 24، البسط هنا هيكون 15، والبسط هنا هيكون 4، 15 ناقص 4 هتديني 11، يبقى 1 و11 على 24. المقامات هنحطها هنا 4 وهنا 5، هضرب هنا في 5 بسطا ومقاما، هضرب هنا في 4 بسطا مقاما، وبالتالي ده هيكون 9 و5 على 20 ناقص 8 و12 على 20. تلاحظ ان ده اقل من ده بالنسبة ككسر، 5 على 20 وهنا 12 على 20، فهتعمل اعادة التسمية ده، هاخد واحد من 9 هتبقى 8، وهنا 5 على 20 يبقى ال20 ثابتة معاك، وتقول له 5 زائد 20 يبقى 25 على 20 ناقص 8 و12 على 20، يبقى خلاص كده ال8 ناقص 8 صفر، راحت خلاص بالجزء الصحيح، 25 على 20 ناقص 12 على 20 هتديني 13 على 20. ازاي تضرب بسط ببسط على مقام في مقام؟ بعتبر هنا ان المقام واحد، او بقول ان التلاتة دايما موجودة في البسط كعدد صحيح، يبقى هيديني 1 في 3 ب 3 على 5. هنا في اختصارات، 8 و6 يبقى القسم على 2، على 2 فيها ال 3، على 2 فيها ال 4، يبقى 5 ب 3 ب 15 مقسومة على 4، 15 على 4 فيها ال 3، 3 في 4 ب 12، بيبقى من 3 على 4. ازاي تضرب عدد صحيح في عدد كسري؟ نحول عدد الكسري الاول الى كسر، طبعا كلنا عارفين 3 في 5 ب 15 زائد 2 هيديني 17، يبقى 17 على 5 في 4، مفيش أي اختصارات، يبقى أنا هقول له 17 مضروبة في 4 بعدين مقسومة على 5،
أربعة في سبعة 28، وأربعة في واحد 4 و2 وستة 68 على 5. هبتدي أقسمها بحيث إن أنا أكتبها صورة عدد كسري، 6 على 5 فعل واحد، يتبقى واحد، بقيت عندي هنا 18، 18 على 5 فيها 3، 3 في 5 15، يبقى 3 على 5، يبقى أصبحت 13 و3 على 5. برضو نفس الحكاية، هقول له بتساوي 3/4 مضروبة في أول دي 2 في 5 و10 أو 1 في 11، بجمع عليها الواحد ب11 على 5، يبقى يديني 33، و4 في 5 ب20، 33 على 20 فيها الواحد، ويبقى معايا 13 على 20. 5 وربع يبقى 21 على 4 مضروبة في نص، خد بالك يساوي 21 على 8. 21 على 8 فيها الكام؟ فيها الـ2، في 8 في 16 يبقى 5، يبقى 5 على 8. عدد كسري، في عدد كسري بنحول الأول الأعداد الكسرية إلى قشور، المقامات ثابتة، 2 في 4 ب8 1 9، يبقى 9 على 4، و2 في 3 ب6، 6 و2 8. في اختصارات، 9 تبقى القسمة على 3 فيها 3، والأربعة والتمانية تبقى القسمة على 4 فيها الـ2، أو تبقى القسمة على 4 فيها الـ2، مظبوط، يبقى أصبحت بتساوي 3 في 2، يبقى بتساوي 6. عدد كسري، في عدد كسر نفس الأسلوب، نحول الأعداد الكسرية إلى قشور اعتيادية، 3 في 3 ب9 1، يبقى 10 على 3، 5 في 5 ب25، و2 يبقى 27. الـ10 تبقى القسمة على 5 فيها الـ2، والـ27 تبقى القسمة على 3 فيها الـ9، يبقى أصبحت بتساوي 2 في 9، يعني القيمة النهائية بتساوي 18. 7 على 6 يبقى 7 في 6، العدد الأول في مقلوب الثاني، يبقى الناتج بتساوي 42. 3 على 3 يبقى دي معناها تلت مضروبة في مقلوب الثلاثة اللي هو تلت، يبقى بتساوي 1 على 9. 45 على 9 على 10 يبقى بقول 45 مضروبة في 10 على 9، 45 تقبل على 9 فيها 5، أصبحت 5 في 10 بتساوي 50. 6 على 7 على 18 يبقى معناها 6 على 7 في 1 على 18، 18 تقبل على 6 فيها 3، يبقى أصبحت 1 على 7 في 3 ب21. 9 على 10 الكسر الأول مضروب في مقلوب الثاني اللي هو 10 على 3، ممكن نضيع 10 مع 10، والـ9 تبقى مع 3 فيها 3، يبقى القيمة النهائية هتطلع عندي 3. 0.5 على 3 على 10 يبقى بنقول نص في 10 على 3. في اختصارات، الـ10 تبقى القسمة على 2 وفيها 5، يبقى الناتج 5 على 3 أقدر أكتبها 1/3 في صورة عدد كسر. 3/4 يبقى دي معناها 3/4 على 25%، دي صورتها ربع، سهل لي إن أنا أحولها لصورة كسرية، يبقى أصبحت 3/4 مضروبة في 4 على 1، أشطب الأربعة مع الأربعة، يبقى القيمة النهائية عندي بتساوي 3. آخر سؤال معانا، 4 على 3 مضروبة في المقلوب اللي هو 9 على 2، الـ4 تقبل القسمة على 2 فيها الـ2، والـ9 تقبل القسمة على 3 فيها الـ3، أصبح بتساوي 2 في 3 ب6.